قام وزير السياحة والآثار خالد العناني بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية وبصحبته الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له. قال وزير السياحة إن الأمين العام أشاد بالتدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة في ظل استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة إليها. لقاء مكثف جدا طبعا، برنامج بدا مطار القاهره، مطار الغردقه، فنادق، مستشفيات، مركز غوص، رحله بحريه. رجعنا تاني النهارده الصبح شرفنا بلقاء مطول مع السيد رئيس الجمهوريه، استعرضنا فيه الجهود بتاعه الدوله وسبل التعاون مع المنظمه، والامين العام ثمن دور مصر السياحي وهنأ مصر على الاجراءات الاحترازيه الدقيقه والمنضبطه اللي عملتها واللي خلت اكثر من 125,000 سائح يجوا في اول 6 أسابيع الحمد لله بدون اصابات. اتكلمنا على سبل التعاون المشتركة. النهاردة بنزور متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اللي ان شاء الله هيفتتح مع استقبال موكب المومياوات الملكية، ويمكن النهاردة السيد رئيس الجمهورية وجه الدعوة لأمين عام منظمة السياحة العالمية بالتواجد في فعالية المومياوات الملكية.